باش تولي تركب على العاود خاصك تعوميه، خاصك تنقص ليه، خاصك تتعامل معاه كيفاش تشكليه، كيفاش تقيديه، كيفاش تلجميه. بابا خويا هما دازو ولاد المراحيل كيفاش مشي اجو الكلب تا هما دازو وكانوا كيعوموا الخيل وشحال من حاجة كانوا كيديروها، و هذاك الشيء علاش ما خلاونيش عنجو الكلب، دوزوني من المراحيل بزاف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم حنا في الحلقه الثانيه مع سيف الدين، غادي نعلمو يعني كيفاش يتعامل مع العود. كما شفتوا في الحلقه الماضيه يعني ورينا يعني لي زاكسسوار ديال السرج، نكس العود ضروري خاصو يدوز من هاد المراحل باش يولي باردي، يعني الا ما دارش من هاد المراحل راه ما كيتسماش باردي. اليوم ان شاء الله غادي يخرج العود، غادي يعومو، غادي نكس العود عاوتاني. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه في هذا الفيديو. بلا ما نحرق لكم مراحل، موجود ولا ما موجود؟ ها واش على القرص؟ يلا وريني حنا شي يديك. يلا نتعاون معاه في هاد بحال هاد الحوايج. العود دابا غادي عليه ما قدرش يوصل لي باش يدير لي رصن، خصني نديرو لي انايا حتى نخرجو برا هو اللي غادي يعومو. وحتى في العومه غادي نعاونوه، يعني بحال هاد الحوايج باقي يعني صعاب عليه ما يوصلش العود لظهرو كاع حتى الفوق. يعني هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو هذا. هاد المرحلة دابا الأولى اش دار؟ الكس ديناه باش تعلم الكس، باش يتعلم يورينا كيفاش يشكل العود، كيفاش خاصو يقيد العود، كيفاش خاصو يتعامل مع العود. المرحلة الثانية ديناه يعوم العود. لبنة حط لبنة هنا. اخو دابا حنا جوج تاني من تعليم الركوب، تعليم ركوب الخيل ديالي، و خرجت العود وعاونته، ولكن بالحقيقه ماشي انا اللي خرجت العود، خرج خويا حيت العود جاني شويه صعيب وعاونته، ولكن كان شويه واحد شويه الخلعه وكنت خايف من العود اللي يشيع عليا براسو ولا بين رجليه. وفي شويه بشويه بديت كنكسر الثقه ديال العود،
ومن تما دابا انا وليت كنولف وشعلنا نركب. فاشمون طلق من الطاقه سيف الدين تواه علاش درناه باش تهوي دي على ذاك الريتم ان شاء الله يبقى غادي في ذاك الاحترام ديال العود وغادي في يكون احترم الركوب يكون يجي مدرب على الركوب وما تكونش فيه الدهشير يكونش خايف ماشي تا بعد ما يركب تيولي عنده 30 عام ولا 40 عام ويجي يركب على العود ما يتعلم ما والو. وانا كنعوم في العود كان كيجي عند خويا وبقى يقول لي شي معلومات اللي نستافد منهم باش نولي ركاب وكان كيقول لي شي معلومات اللي كبار وقلت اي واحد ركاب يستافد منه مبقاش ندير بحالك في بلاصه نقف العو كامل دارو كامل هنا كلشي بلاصه خليتها بلاصه ناشفه تحط ما يدي كامل فهمت قد تجي تبقى تحكي بحالك في بلاصه وحده خصك تحكي الما يدي على كرشو كامل هذيك كيف ما كتشوفوا الاخوان دابا كنوريو سيف الدين الطرف كيفاش يعوم العود انا باقي ما كيعرفش باقي تجد ديالو يعني مع العود باقي ما كيخيف بحال كاين شويه الخوف حتى الخوف شويه كاين دابا راه كنحاول نخلي سيف الدين يشيق في العود كما شفتوا ما كانش كيقرب عنده الله ورا العود باش يحك ليه الله دابا ولا غادي مزيان مابقاش كيخاف من النور دابا مزيان بعدا شي حوايجات اللي ولا كيديرهم بالنسبه للعود كما شفتوا ما كيوصلش ليه لدارو الفوق ثاني عليه حاولنا بلاصه صغير باش تقرب ليه هما اللي يحكم باش الاخر غادي نكملوا ليه انا دابا انا عرفت الحق ديال الركوب غادي نصيحه كنوجه لاي واحد باش يعرف يركب ولكن انت عميرة بالنسبه للشرار سكتي دابا ملي كنغسلو ليه التابع ديالو ملي كنغسلو ليه صافي وكنحاولو ليه التابع ديالو شنو كندير كنخليوش ليه بحال هكا فهمتي كنخليوش يتجرجر في التراب زك دابا يقول لي كاع التراب يهزو هنا كنهزمو ليه الهزمة ديالنا راه ساهل كتشد يدي بحق شي خايف وكنخاف على العود انه يضربني ولا شي يعني ولكن مع الوقت ومع داك المعلومات اللي كانوا كيعطوني بديت كنتغلب على داك الخوف وبديت نتغلب عليه بكثره وغندابا غنحيد داك الخوف وغنولي كركب
حسيت بسيف الدين بدا كيحيد منه هذاك الخوف اللي كاين بالداخل ديالو وبدا كيتغلب عليه. هنا بدا كيتقرب من العود شويه بشويه، عرفت بلي غادي يكون عنده واحد الطموح اللي غادي يخليه يكمل في هذا المجال. واحد شويه لقيته كيفكر وقريت الافكار ديالو، كيقول مع راسه واش غادي نكمل ولا غادي نحبس. سيبدين دابا شوف، غادي بعد غنمشي للعود، غادي تجيب العلف، غتعطي تحط لي العلف في البلاصه. اجي معايا، ماشي هنا ورا البعيد على الطاوله، غتحط لي العلف هنا في البلاصه. هنا عمر يجي السطلات من هذوك، غادي من عمر مزيان، عمر مزيان صح، هز مزيان. صافي دير لي هذيك وعاود رجع جيب لي واحده اخرى. كيف مزيان هذا حرف زراتك الصباح اوكي انت عندك راه كتصور دابا راه كتسجلي دابا انت حطي حطي هو اللي سيدي كبري ولا عندك نتلاقاو في الحلقه الجايه باش تعيشوا معنا لحظات تعليم ركوب الخيل مع سيف الدين.